سمعوا الكافي بك بك ربوا لا كما يقولوا صحاب الغرب لا باهي لا شباب لا يدخل القلب الشعب كامل يسمع له. اي با شي اللي صار لكم بكل باذن الله فو لو ميريتي تسبعوا للدواب تروحوا لزريبه الدواب فقط برك المعرب زين باش نجيبوها من الاخر. الناس اللي قارية بالعربية وتفهم غير العربية عندكم 1% يصلح 99% ما يصلحوا له والو يسون طاري فورمي طيشوا ربهم الزبالة ميو فو برو ما تسمعوا لهمش كاع المعرب زين نو سيرف ريان برك يسيرف للسعودية للإمارات. هاد نفس الناس اللي شجعوا في التعريب البغلاوي وهما ولادهم يقراوا لونجلي وحنا الامازيغ على بالكم كي كنا حنا عندنا دي روا يحاربوا في روم ويتعاملوا مع كارتاج لا فينيسيان على بالكم واش كانوا العرب واحد ما يقدر يجاوبني على السؤال هذا تعرفوا له لانهم ما كانوش. على بالكم كون موش سيدنا ابراهيم بنى الكعبه العرب ما يقدروا يبنيو والو على بالكم باللي كون موش الرسول عليه الصلاه والسلام اعجاز انه طاح في ابغى القوم وقدر يجعل منهم قوه نوعا ما اللي نشرت الرساله الاسلاميه اودلا دي فرونتيير نتاع المنطقه العربيه محال هاد الناس يوصلوا. الرساله الربانيه غلبت ماشي الثقافة العربية اللي غلبت سي الرسالة الربانية اللي غلبت بلا ما ندخل في الموضوع هذا باسكو سان سيرا ريان باسكو لا بلوبار ما يفهموش قاعد نقول ولازم تفهموا حاجة انا نهضر ومن بعد حلل وناقش والله وزعوا والله ما يهمنيش انايا بارطاجي وما تبارطاجيوش بو امبورت الحقيقة هنا اكبر مثال لازمكم تفهموه وضعية الرئيس زالينسكي في اوكرانيا. البارح كان لعبها سردوك ما عندهاش من باس شهر مناورات في البحر الميت ولا الاحمر ولا شباك كيف يسميوها انا بون ولا مير دازوف القوات الاوكرانيه مع لوطا مع واش زالينسكي راكي الفار كيما صدام تحت الارض راك خايف على حياتك حنا مثلا كانوا يقولوها تاني بكري اللي لعب مع والديه بكى اللي لعب مع والديه يبكي انت واش بيك جاي من كوبي بروشين اكت اضحك يضحك اهدر يهدر بوس لاكتريس هادي بوسها حط روحو صح رئاسة الجمهورية الدولة يعني اللي تكون محورية بين اوراسيا اوروبا الغربية اي لو موند عند روحو حاجة سهلة يا بكبك يا بوقوقو بصح واش نقولك كاين البكبك كيفك بزاف حتى الجزائر كون غدوة تنتخب بطريقة ديمقراطية راح تجيب لكم بنقرينا على بالكم كون يجيب بنقرينا رئيس في الجزائر يكتسحنا المروك نجيب لكم من الاخر بون تبون على بالنا ماهوش رئيس منتخب دونك سي قوى اخرى اللي هي النيوكولونيزم كيديريج مي نديرو برك اون سوبوزيسيون قال غدوة انتخابات رئاسية في الجزائر حقيقية يعني حقيقية جيبوا لك بنقرينا والله مقري والله عباس مدني يجيبوه من القبر والله ولدو شبع المروك يبول علينا في المروك شوفوا مليح لو جاست المروك يبول علينا حنا علاش لغباء الشعب الجزائري هذا شعب غبي يخمم في الحرقة ما يخممش يدافع عن نفسه يخمم في كرشو ويخمم في ما تحت كرشو يعني في الأعضاء التناسلية تاعو وفي الأعضاء الهضمية تاعو ما يعرفش حاجة أخرى حيوان
كاين واحد قال قبل ما نكلوتوري اللايف يا با دانترفونسيون سو سوار، قال لي البترول وطلع. اولا اول دوله تبيع البترول الامريكان، ثاني دوله تبيع البترول روسيا. السؤال يطرح بين قوسين، مستفيد من الحرب شكون؟ طلع البترول افرح من 60 دولار، طلع اسيدي نقولوا يطلع 120 دولار، يعني 100%. يا الدواب يا الشعب الداب. القمح كما قال لكم هذاك لو كونار نتاع رئيس الجمهوريه تسميوه تبون، قال لكم القمح طلع ثلاث خطرات 300% قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه، دوك يطلع 500%. معناتها من اللي حيتو تفرلو اشكال. شكون يكسبورتي القمح؟ كندا، امريكان، فرنسا، روس. اوكرانيا ما زدت تكسبورتي والو، لانه اوكرانيا حاكمها رئيس مقود كاع اكتر الكلون هذاك نوبريان فار. يعني عامه العباد تموت والاقتصاد ينتعش نتاع الدوله الكبرى. وشكون الكرف اللي كفروا؟ احنا تيار موند بما فيه الجزائر. خلاصة القول، نوضوا والله كملوا ارقدوا، باسكو او بيان تنوضوا تفطنوا اي فو رياجيسي للوضع اي فو بروفيتي دو لا سيتواسيون باش تقلبوا النظام الجزائري وتخلقوا اون ترانزيسيون تكنوقراطيك، او بيان مصيركم مصير الدول المغفلة أو الشعوب المغفلة أو ليزانديجان الأهالي. ليزانديجان الأهالي وش هي؟ نعطيكم صورة طبق الأصل. نروحوا لأسترالي، السكان الأصليين الأسترالي شكون؟ هذوك لي زابوريجان كحل عايشين برا المدن، عندهم allocation سوسيال، يسكروا وعندهم كل الأمراض نتاع العالم. والرجل الأبيض حاكم الأسترالي يدير وش يحب. هذه الأسترالي. متنا حنا ما يجيكش الرجل الأبيض يحكم من بعيد وانت واش تولي؟ مادة خام، ماتيير بريمير هيومان. مالا باتري حطيح. ماتيير اومين بريمير يعني ريسورس اومين اللي يسحقها يديها، والباقي يخليه يترحى في المجال نتاعو يجري ورا ساندويتش مايونيز ماشي فري طوملات. شوفوا نقول لكم كلمه ونسمح لكم تسبوني منا 500 سنه، اقسم بالله العلي العظيم كون ما تنوضوش وما توقفوش غير شوفوا ساندويتش مايونيز، ساندويتش زيت زيتون تعودوا تسلكوه وتسخفوا عليه. هادي اون بون بارتي نتاع الشعب. فري طوملات بور فو سصرا ان روبا تاع عراس والحديد قياس. جو تيرمين افيك لاداج هذا. ميرسي جو ميكسكوز بور لي كونديسيون، اعتذر للظروف اللي درت فيها اللايف، ظروف قصوى باسكو ماقدرتش نلحق رابيدمون للدار. اي فوالا، الهدف الوحيد هو التوعية، هو ليفاي، هو لا سنسيبيليزاسيون. أجمع أفهموا حاجة، ليست الدنيا تمني بل تؤخذ الدنيا غلابة، ليست الدنيا تمني بل تؤخذ الدنيا غلابة، ليست الدنيا تمني بل تؤخذ الدنيا غلابة. وكما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. دونك كاين أناكت، كاين عمل نقوموا به حنا، والنصر من عند الله، انما النصر من عند الله. بصح كاينه حاجه نديروها حنايا، الا كان حنا ما درناهاش ما كان لها ندعي وربي يعاوننا، باسكو ما درنا والو. كيما قالوا لابلاك هذيك، كاين واحد قبل ما نكلوتوري كل يوم يدعي ربي يربح لوطو، يدعي 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 رب العالمين كره منه وبعث له ملك من الملائكه
قال له روح قول له يلعب لوطو ديجا، ديجا راه يلعب لوطو ومن بعد يدعيني بالك انا نستجيب له، ما يلعب ديجا لوطو. هذا هو في اطار تقديم الاسباب. سيت اون بلاك تضحك، واحد يقول لك كفره، واحد فاصون يقول لك كفره مصحاب بولحيه والقناضير والسليبات المقطعين، ما نحوش عليهم هذوك انا. نتوما نحوش، نتوما ما نحوش عليكم باسكو الحمد لله ربي ما عطانيش البوفوار، كون عطاني البوفوار انا نمحيكم نرحيكم. في الجزائر ما عندكمش بلاصه، اللحيه والقنضره عندي انا في الجزائر ما عندهاش بلاصه، خلاص الور لا خلاص خلاص. بكري كنت نقول ما يهمنيش من بورحير من منقوشه، درك انا يهمني، لانه شت ماشي الضرر نتاعكم، الخبث نتاعكم، دونك انا نحيكم كاع، والائمه نتاعكم ومنابر الشيطان اللي تسميوها انتم مساجد ثاني كيف كيف. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله اخر. انا المسجد اللي نلقى فيه الدعاء الى اله مع الله نحيه الرازيه، نرجعوا جنان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.